عسلامة، مرحبا بكم. بداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله، بداية أسبوع زاخرة بالأحداث السياسية. ضيفتنا ليلة في برنامج اليوم السيدة محرزية العبيدي، النائب عن حركة النهضة في مجلس نواب الشعب، باش نحكيه على آخر التطورات خاصة فيما يتعلق بلقاء اليوم بين رئيس حركة النهضة السيد راشد الغنوشي وكذلك مدير الهيئة التأسيسية لحركة نيدتون السيد حافظ قائد السبسي. كذلك عنا إطلالة رياضية اليوم، بعض الأخبار الرياضية. نبدأ حوارنا مع السيدة محرزية العبيدي بعد هذا التقرير. تعيش الساحة السياسية التونسية الأيام الأخيرة حركية كبيرة من خلال الإعلان عن ولادة أحزاب جديدة وتجمع شخصيات في شكل ائتلافات، ومن خلال البحث عن التوافق بين الأحزاب لخوض المعركة نحو كرسي قرطاج. من بين الأخبار اللي خلقت جدل كبير بين السياسيين وعلى مستوى الرأي العام، أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على صفحته الرسمية على الفيسبوك لقاء اليوم برئيس الهيئة السياسية لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي، دون أنه يذكر تفاصيل أخرى عن اللقاء. اجتماع اليوم بين الغنوشي والسبسي الابن يأتي بعد فترة طويلة من الإعلان عن طلاق النهضة والنداء، واللي أكدتها تصريحات البيجي قائد السبسي في جميع لقاءاته الإعلامية اللي أكد فيها على نهاية التوافق اللي جبع بين الحزبين على مدار 5 سنين. نهاية التوافق أكدتها زادة حركة النهضة في اختتام أشغال مجلس الشورى، وين تم التأكيد على أنه الحزبين يعيشوا في مرحلة التعايش بدل التوافق قبل الاستحقاقات الانتخابية. تجدد الحوار بين الغنوشي وحافظ قائد السبسي يجي في الوقت اللي يشهد فيه النداء عودة الصراع الداخلي والانقسامات والانشقاقات واتفاق بين أغلب القيادات على أنه حافظ هو سبب الأزمة، وفي فترة ما أعلنتش فيه النهضة لليوم على اسم مرشحها في الانتخابات الرئاسية. ويبقى فحوى الاجتماع بين قيادة الحزبين غامض، ومستقبل النداء أكثر غموض. فهل باش يتم الإعلان في الفترة القادمة على انصهار الحزبين والوقوف ضد حزب الشاهد؟ سيدة محرزية العبيدي، مرحبا بك. وبيك عايشك، مساء الخير للجميع. اليوم لقاء بين رئيس حركة النهضة وكذلك رئيس الهيئة التأسيسية لنداء تونس حافظ قائد السبسي بعد قطيعة طويلة في المدة نسبيا، هل أنه التوافق بين نداء تونس والنهضة رجع؟ شوف، هو أنا ما تفاجأتش، أنا الحقيقة كيف ناس كل سمعت من الإعلام، ولكن ما تفاجأتش. لماذا؟ لأنه اللي أعلنناه من بكري معناتها في أعلنت قيادة حركة النهضة أنه أيدينا تبقى ممدودة للناس اللي ترافقنا وإحنا وياهم يعني 4 سنين مش شوية في مسيرة التوافق، أنه تكون ما بيناتنا نقاط خلافية. كيفاش تمشي نقاط الخلافية؟ أليس بالحوار؟ فإحنا هذا من عادة النهضة، والنهضة كحزب المسؤول، كحزب تحس اللي عندها نجم تقول مرقات على عاتقها يعني، وكما على عاتق السياسيين عامة، إنه نوصلوا إن شاء الله لآخر السنة للانتخابات الأكتوبر كما أعلنت ليزي الانتخابات التشريعية ثم الانتخابات الرئاسية، وبلادنا في أحسن ظروف. إذن تنقيط الأجواء السياسية تفرض اللقاء بكل يعني شركائنا في الوطن. لكن اللقاءات من نوع هذا أكيد فيه اشتراطات وفيه مفاوضات وفيه التزامات، هل أنه نقطة يعني تخلي حركة النهضة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد كانت هي الشرط الأساسي والمنطلق للقاءات وعودة الحوار بين طرفين؟ لا، الحقيقة ما فهمش مسألة تخلي حركة النهضة. حركة النهضة هي عند كما يقولوا فيها التزامها بدعم الحكومة، وإحنا هذه حكومة متواجدين فيها وحكومة نحبوها تخدم البلاد يعني، وتوصلها إن شاء الله كما قلت لك إلى معناتها في حالة جيدة إلى حين يعاود الشعب يعطي صوته معناتها مرة أخرى، يدلي بأصواته ويختار من يقوده. فإحنا عند التزاماتنا، والحقيقة ما نجمش نقول لك شنو هي الشروط الواحد، لأنه أنا لم أطلع على المضمون، وأنا من عادتي كي نبدأ مش مطلع على المضامين لا أعطي. لكن فما مؤشرات نظام. لكن هنا هل أنه نفهم من كلامك وأنه حركة النهضة متمسكة بالإبقاء على الحكومة وعلى رئيس الحكومة لحد يوم الانتخابات؟ سيد الكريم، هنا إحنا قلت لك إحنا عند كلمتنا في مساندة هذه الحكومة ونحن فيها، ولكن إحنا أيضا في فترات عديدة سواء مجلس الشورى أو في التنفيذي أو قياديين ذكرنا أنه يجب أنه اللي يكون في الحكومة توا معناتها الفريق الكل يركز على خدمة التوانسة الكل، يركز على بل كل شيء معناتها خدمة ما ينتظر المواطن،
تسيير دولي بهذه الحكومة وهذه الدولة معناتها لمصلحة الجميع، وما يكونش معناتها ركزنا على حياد الإدارة وركزنا إنه الأحزاب وهي تتكون وهي تشتغل وهي كل لا يجب أن تستعمل أدوات الدولة. لا يجب أن تستعمل أدوات الدولة. هنا فما موضوع مهم جدا وهو حزب اللي ساند علنا، حزب تحية تونس اللي ساند رئيس الحكومة في عديد الوزراء، حتى حركة النهضة يعني عندها وزراء. نقطة نداء تونس المرة اللي فاتت في بيان وفي تصريحات إعلامية اتهم مباشرة الحكومة باستعمال أدوات الدولة في التحضير للحملة الانتخابية، هل هذا هو نقطة الالتقاء؟ لهنا كانت أسراركم وأنه تحييد الإدارة يعني ربما تحييد الحكومة بما معناه في خطوة أخرى الاستغناء عن يوسف الشاهد؟ لا، المسألة ليست مسألة أشخاص، هي المسألة مسألة مبادئ. لو كان لي معناتها ما أقوله بأكثر دقة لقلته، ولكن هذا اللي عندي. يعني ربما تبقى الفرضيات كلها مفتوحة. ممكن. ولكن أنا ما عنديش أي شيء جديد في هذا. يعني أنا بالنسبة لي حزب حركة النهضة مشارك في هذه الحكومة، مساند لها، وهذه الأهداف والشروط يعني تنقية الأجواء السياسية، خدمة المواطن التونسي، إيصال تونس إلى هذا الاستحقاق الانتخابي في أحسن الظروف، وأنه خاصة ترغيب كل الشركاء في الوطن هنا أنه باش يكونوا حاضرين في هذه الانتخابات ترشحاً انتخاباً. فهذا هو الهام باش يعطيها مش فقط الشفافية ووجود هيئة كماليزي ووجود معناتها قانون واضح للانتخابات هو اللي يعطيها أهميتها، بل مشاركة كل تونس فيها زاد. رئيس حركة النهضة من أسبوعين قال وأنه لا مانع من التخلي على رئيس الحكومة، يعني النهضة تطرح الموضوع هذا بعد تمسك طويل. اليوم عودة الحوار مع حركة نداء تونس اللي هم يعني علنا يطالبون من مدة، يعني يطالبوا بكل وضوح بتنحية يوسف شاهد والحكومة، هل أن التزامن والترابط هذا قد بعد أيامات فما تقدم فيه؟ سوف نرى، لكن بالنسبة لي أنا يعني ذاك موقف النهضة ذاك هو اللي ذكرته لك. فيما يتعلق موقف النهضة مع اللقاء نتاع اليوم مع حركة نداء تونس، هل أنه المشاورات مع نداء تونس قد ترجع بالنسق اللي شفناه قبل بما فيه الحكومة وكذلك ربما تنقية الأجواء السياسية اللي تحكي عليها من النقاط اللي طرحها نداء تونس في تنقية الأجواء النقطة هذه بالذات؟ نحن حريصون، أنا ما أعرفه مبدئيا، ويعني هذه منهجيتنا، الحرص على الحوار في حركة النهضة، الحرص على الاستماع وعلى تبادل الرأي مع كل الأطراف، وهذا حزب في البرلمان وله كتلة هامة. ثم أيضا ديما إحنا عبرنا على حرصنا على التواصل مع أيضا رئاسة الجمهورية، فإحنا أظن في نسير في هذا الطريق اللي رسمناه. ما عدا ذلك ستبدي لنا الأيام ما كان خافية. فما معلومة مهمة جدا وهي الوساطة القطرية في علاقة بالموضوع هذا بين رئيس حركة النهضة وحافظ قائد السلسي من جهة نداء تونس، لأنه فما بوادر لثمرة الوساطة القطرية في الموضوع هذا. سيدي الكريم، الأصدقاء من هنا ومعك والجيران وكلهم يسعون عادة لما تكون في إشكالية إلى طرح وساطات، ولكن أنا شخصيا كسياسية وأرى أنه إحنا في حركة النهضة أغلبنا يعني كلنا هكذا نحترم من كما قلتها من ينصحنا ونحبه اللي يحبنا نحبوه، ولكن هذه شؤون التوانسة. نظن إحنا عندنا مقدرة ما شاء الله كأحزاب متواجدة في البرلمان، كأحزاب قيادتها ما أنت تعرف بعضها والتقوا حول في العديد من المرات، إنه بإذن الله لهم قدرة على التحاور حتى وإن كان بينهم اختلاف في الرأي، ولما لا إنهم كما قلت لك لهم مقدرة على تنقية الأجواء السياسية لصالح الجميع. إذا اللقاء اليوم هو بوادر الوساطة القطرية مثلا؟ لا أجزم هذا ولا أعرف ذلك. لا سيد الكريم، لا تدعني أقول لك أشياء يعني فهم معلومات ثابتة، وأنه ربما عندك سيد الكريم، أما أنا أقول لك ربما عندك، لكن أنا ما عنديش. قطر للدوحة زيارات رئيس الهيئة السياسية لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي مرتين كذلك في الدوحة، وأخبار واضحة ومؤكدة من أنه أمير قطر دخل في الموضوع. لو كان يعني هذا نصرح يعني به الرأي العام. السيد الكريم، ليست المسألة، أنا بالطبع إذا كان عندي معلومة أصارح بها الرأي العام، أما أنا أكتفي بما أعرف.
تكتفي بما تعرف. إذن والحكم للسادة المشاهدين في نقطة مهمة في الملف هذا بالذات، هل أنه تعتقد بأنه ما زالت الأمور مع رئيس الجمهورية تشهد تطورات أخرى بعد اللقاء هذا، خاصة وأنه فما معلومة مؤكدة تقريبا على لقاء صار بين رئيس حركة النهضة ورئيس الجمهورية يوم السبت؟ أنا ما أعرف أن السيد أو الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حريص دائما على التواصل مع رئاسة الجمهورية، وهذا من باب المسؤولية، ومن باب أيضا حتى من باب كما نقول فيها أخلاقياتنا اللي تربينا عليها، من باب العشرة والوفاء معناتها للناس مشينا معاهم ونمشي معاهم إن شاء الله أكثر وأكثر طريق الديمقراطية في تونس، لأنه مش طريق يمشي حزب وحده ولا يمشي شخص وحده، هذه لازم الأطراف التونسية المعنية بالمسار الديمقراطي تونس كل تكون مع بعضها. فلا أستغرب أنه يكون هناك تواصل دائم بين رئاسة حركة النهضة ورئاسة الجمهورية. إذا كان هو فما التواصل دائم، إذا كان دونك فيه مستجدات سوف نرى، سوف نرى إذا كانت المستجدات فلا شيء يخفى. برشا تحفظ سيدة. لا أنا في الحقيقة ليست مسألة تحفظ، هي أنا بجدية يعني إذا كان عندي معلومة موثوقة أقولها، إذا لم تكن عندي فلا أريد أن أحلل أكثر من لازم أو أعطي معلومات هي مش موجودة. على مستوى المسار الحكومي القيادية والنائب عن حركة النهضة في مجلس نواب الشعب السيدة يمينة الزغلاني منذ أسبوعين قالت وأن حركة النهضة قد تفكر ربما في تقديم بديل لرئيس الحكومة، ذكرت حتى اسم السيد عماد الحمامي وزير الصحة السابق. أعتقد هناك نوع من وقع مش سوء الفهم لا لا وقع مش خلط سوء فهم وتلاعب التصريح. لا أنا تحدثت مع زميلتي يمينة، هي في ذكرها يعني لسي عماد الحمامي قالت تحدثت عن كفاءته، ولكن لم تكن يعني هذا التصريح لم يكن إعلانا عن نية يعني واضحة ومسبقة، لا هي قالت إنه سي عماد هذه كفاءته، وكفاءته نجم تكون ترتقي إلى مستوى معناتها مش فقط إدارة وزارة بل إدارة حكومة، هذا قالته في حق سي عماد الحمامي، وهي أبدا لا تقصد أن هناك نية، لأنه لو كانت هذه النية لذكرت في التنفيذي، لو كانت هناك هذه النية لذكرت في الشورى أو ذكرت في المكتب السياسي ولم تذكر في هذه ولم تذكر هذه النية في أي من هذه المواقع. لكن في مجلس الشورى تم التطرق للنقطة هذه. طبعا في مجلس الشورى نتطرق لكل شيء، هذا مجلس الشورى هو بالأساس درجات. نناقش فيه الواقع السياسي، نناقش فيه أين موقفنا، أين نقف نحن، ماذا نريد، أين نريد أن نذهب، فكل محورية كاملة في النقاش. نعرف المحورية، ماذا كنت ناقشته في النقطة هذه وانت حاضرة في النقاش وعندك اطلاع له، إذن فما موقف معين؟ الموقف الذي أعلن عنه يعني دائما في بياناتنا في مجلس الشورى يقع التصويت ويقع والموقف. نعرف إجراءات. خلينا من البيان الصادر، قريناه تقريبا البيان الصادر، لكن يعني حتى ألم تجد فيه موقف واضح؟ لا الحقيقة موقف قطعي ما فماش، فيش موقف. ما معنى موقف قطعي؟ يعني موقف، هل أنه حركة النهضة متمسكة بالحكومة بكل مكوناتها مش بها للانتخابات أم لا؟ يعني موقف حركة النهضة في البيان مفتوح لكل الاحتمالات، هذا مش تحليل، هذا معلوم. في الحقيقة ما ذكرش المفردات بالضبط، لكن هناك غموض حقيقي يكتنف المشهد السياسي، ربما معناتها لا نشذ عن هذا الحال يعني، ولكن احنا قلنا يعني قلنا أظن بالوضوح الكافي نحن مشاركون في هذه الحكومة يهمنا أن تنجح، قلنا شروطنا، وجهنا المسألة إلى ضرورة التركيز على العمل الحكومي وعلى البرامج التي تستجيب لما ينتظره التونسي، إذن أنظر كنا بما يكفي من الوضوح. النقاش داخل حركة النهضة وخاصة ما يعني أعلنه القيادي في الحركة ومستشار رئيس الحركة لطفي زيتون، يعني تقريبا تصريحات متتالية ومواقف متتالية في تناقض للمواقف الرسمية للحركة. لا مثلاً. وصلت لحركة النهضة حتى خرجت بيان وأنه تطلب من كل القيادات الالتزام بالتصريحات الرسمية التي تصدر عنها، هذا بيان اصدر الجمعة الفاتحة. الحقيقة دوريا نصدره، مش أول مرة معناتها مش أول مرة للقيادة معناتها أو المكتب الإعلامي نتاعنا
أو التنفيذي يذكر بضرورة الالتزام بالمواقف الرسمية للحركة. ولكن هذا لا يعني أنه الحركة اللي هي ما شاء الله فيها برشا قياديين وأصحاب موقف وأصحاب فكر أن يعبروا أيضا في داخلها أو في خارجها عن مواقفهم. بعد الفاصل باش نكملوا نحكيوا على الوضع داخل حركة النهضة وخاصة عودة اللقاءات بين رئيس حركة النهضة ورئيس الهيئة التأسيسية لنداء تونس. فاصل ونرجع. مرحبا بكم من جديد. ضيفة الليلة في برنامج اليوم السيد محرزية العبيدي نائب عن حركة النهضة. سيد محرزية، قبل الفاصل نحكيوا على الحركة والنقاش، أنت سميته نقاش داخل حركة النهضة، لكن اختلاف وجهات النظر يعني شفناه بقوة المرة هذه، خاصة المواقف اللي عبر عليها السيد لطفي زيتون بدرجة يعني من الجرأة غير مسبوقة في حركة النهضة. ربما اللي يعرف سي لطفي يعرف ديما عنده الجرأة في التعبير عن آرائه، ولكن أنا كيف نسمعه يتكلم أنا رأى أيضا أنه إنسان مطلع وممتلك للوائح المؤتمر العاشر، لأنه النقاشات اللي سبقت المؤتمر العاشر واللي ضمنت في لوائحه تحكي على كل المواضيع اللي تطرق لها، وبالطبع عنده مواقفه، مواقفه الجاية من ثقافته، المواقف الجاية من قناعاته، واللي هو كما يقولها الداخل كما يقولها في الإعلام، هذا يثري النقاش. ثم تنوع، ثم ناس قريبة منه في الفكرة، ثم ناس معناتها مختلفة عليه، وهذه كل الأفكار كلها يعبر عنها مواقفه، وخاصة الموقف الأخير أنا حكيت نابع قلت لي من لوائح المؤتمر وغيره، يبدو لي نابعة كذلك من علاقته القريبة محيط قصر قرطاج ورئيس الجمهورية باش قايد سبسي، حكم أنه مدافع شرس على موصلة التوافق مع رئيس الجمهورية. هو فعلا مدافع عن التوافق فعلا، إذن عنده دور في لقاء اليوم ربما اللي صار. لا أدري، هو أولا هذا حتى لو كان عنده دور هذا لا يستبعد، لأنه المستشار السياسي لرئيس الحركة، وماذا يفعل المستشار السياسي؟ أليس يشير؟ أليس يقترح أفكار؟ يقترح مبادرات؟ فلو كان هذا فهذا من صلب عمل، ولكن لا أدري يعني، ولكن لو كان لو حصل هذا فهذا من صلب عمل. في النقاشات الموجودة في حركة النهضة ما يعبر عنه يعني بمواقف الحركة في بعض القضايا الأساسية خاصة الإقليمية، ونحن على أبواب القمة العربية، الموقف من النظام السوري في حركة النهضة، هل أنه فما نقاش للتغير ربما الموقف أو التغير على الأقل ظرفي أو حيني في علاقة بالنظام السوري، خاصة عديد البلدان الأخرى غيرت موقفها وبدت يعني تعاود تحل سفاراتها وتعاود تستقبل في سفراء وقناصل ممثلين عن النظام السوري؟ سيد الكريم، هذا السؤال ربما يطرح على وزير خارجية تونس، لأن لما تقول لي نظام وحلان القناة القنصلية، لا ما نحكيش على تونس، لا تو نحكي على حركة النهضة. لا لا، قلت وزير خارجية بشكل موقف رسمي دولة تونس. مثل هذا السؤال يطرح على نحن حزب سياسي مشارك في الحكومة، إذا الخط الذي تختاره الدولة التونسية والحكومة التونسية في سياستها الخارجية من المفروض يلزمنا، نعطي رأينا ولكن يلزمنا. هذا حركة النهضة، احنا بالطبع كل ما فيه يعني سلام اكثر، وانت مكلفة بالعلاقات الخارجية في حركة النهضة. نعم، أنا عندك انطلاق، انا من ضمن معناتها انه كل ما من شأنه ان يجلب السلام والمصالحة والعدل. العدل يعني وإحساس الشعب السوري إنه يرجع لبلاده، ناس مهجرة، ناس قتل منها الكثير، كيف يكون لعاقل أن لا يكون في هذا التمشي؟ فإحنا نحن الشعب السوري بالأساس. سيدة محرزية، ونعرف أن عندك اطلاع على الملف في الفريق أو كما قلت أنت، لكن نعرف اللي عندك اطلاع على ملف العلاقات الخارجية، هل أن حركة النهضة تقبل أو تمانع في مشاركة سوريا في القمة العربية في تونس؟ سيد الكريم، نحن نستضيف القمة العربية، فمن يدعو البلدان العربية هي الجامعة العربية، هم يعني هذه المنظمة، منظمة الجامعة العربية والبرلمان العربي وكل، فنحن إذ نستضيف هذه القمة نحن البلد المضيف. فالمسألة من جمد العضوية، عضوية سوريا، هل هو بلد؟ هل هو حزب أم هي الجامعة العربية؟
خلينا نرجع على لا اعطينا موقف حركتنا مثلا تونس. دعني ان اكمل. تونس هي البلد الذي يستضيف القمه، اما من يدعى فهذا يرجع للمنظميه القمه. او شنعطيك فرضيه في شكل سؤال، لو تدعو الجامعه العربيه ومنظمه الجامعه العربيه والبلد المستضيف تونس رسميا بشار الاسد للمشاركه في الرئيس السوري الحالي بشار الاسد للمشاركه في اشغال القمه العربيه، ما هو موقف حركه النهضه؟ اظن المساله هنا يجزمها السيد رئيس الدوله لانه هو من يدعو. لا يعني رئيس الدوله باش يدعو، لكن حركه النهضه عندها موقف لانه الملف السوري يعنيها، يعني الملف السوري تحملت فيه اعباء كبيره حركه النهضه وعندها فيه مساهمه كبيره من ايامات الترويكا واستضافه مؤتمر اصدقاء سوريا الى حد اليوم. يعني حركه النهضه في الملف السوري عندها راي، وعلاقاتها الخارجيه ببعض الاطراف المشاركه في الملف السوري خاصه الاطراف التركيه القطريه عندها راي. يعني هل انه حركه النهضه تقبل مشاركه لو يدعو رئيس الجمهوريه الرئيس السوري للمشاركه؟ ما هو موقف حركه النهضه؟ اكيد عندها موقف. سيد الكريم، نحن لنا لجنه تشتغل على هذا الموضوع، ثم اظن انني اجبتك عندما قلت لك كل ما من شانه ان يتقدم اكثر بأكثر سلما ومصالحه ورجوعا للسوريين لبلدهم، وخاصة الاستماع لصوت الشعب السوري فيما يطلبه في عدالة، فلا يستطيع أي حزب وخاصة حزب حركة النهضة أن يكون ضده بل يدعمه. على كل موضوع مهم تعيش حركة النهضة هو موضوع أين منذ أيام وحتى اليوم ومازال متواصل، وهو التجديد الهيكلي في هيكل حركة النهضة على المستوى المحلي والجهوي. لأن سياسة حركة النهضة ما زالت متواصلة في الانفتاح اللي بدأته ربما ويعبر عليه انفتاح خاصة في الانتخابات البلدية على ناس من خارج النهضة للالتحاق بحركة النهضة. والله هو المؤتمرات متاعنا دي المحلية عندنا 280 مؤتمر محلي، لأنه المؤتمرات الأخرى صارت استثنائية بعد ما كان أعضاء في المكاتب المحلية أو الجهوية مشاو ما ترشحوا في البلديات وأصبحوا مستشارين في البلدية في المجالس البلدية. من الأشياء اللي أثبتتها لنا أنه ثمرات هذا الانفتاح اللي قمنا به في مناسبة الانتخابات البلدية، أي عنا عدد لبس به من الناس اللي شاركوا معنا على قائماتنا في الانتخابات البلدية وما تصعدوش، رأوا فما فيهم مش اللي تصعدوا مستشارين، لا فما فيهم شكون ما مشاش المجالس البلدية ولكن انضموا إلى مكاتبنا المحلية فأفراوها بوجودهم. أنا اللي تبرشى شباب وشابات يعني لما ينخرط لا يعني هو كان مستقل، نعم كان مستقل في الانتخابات البلدية بعد الانتخابات ولا ينتمي لحركة النهضة، نعم ولم يساعد مثلا فيهم كثير لم يساعدوا إلى البلديات ولكن انتموا كأعضاء مثلا انخرطوا وحضروا في مؤتمراتنا، وفيهم برشا طلعوا مستشارين بلديين على أساس مستقلين ثم انتموا لحركة النهضة. موجود هذا أيضا، مش الكل لكن موجود، ولو هناك من كان من صعد معناتها وحتى هو موجود الان في البلديات كمستقل وبقيه مستقل موجود فينا معدد لبس به انخرطوا. فمش واحد طلع من حركه النهضه مستشار بلدي على النهضه وبعد خرج من النهضه؟ حسب علمي لا ادري، لا يعني المستقلين يولوا ينتميوا للنهضه بعد. تعرف مو الناس اكتشفتنا، ثم الكثير من الشباب والشابات خاصة اللي جاءوا معنا في قائمتنا لم يكونوا يعرفوننا، لو كان نوعا ما يلا أنا أريد أن أخدم بلدي وهذا الحزب أعطاني فرصة أن يكون في البلدية، هذا اللي كانت الموتيفاسيون تاعهم، هذا كان يعني ما جلبهم، ولكن ونحن نحضر هذه الانتخابات ونحن نخوضها وبعد الانتخابات ونحن نشتغل في البلدية اكتشفوا كيف يشتغل هذا الحزب. اكتشفوهم اكتشاف يعني؟ لا، لأنهم دعوا إلى جلساتنا، شافونا كيفاش نصوتوا حتى على اختيارهم هما، شافونا كيفاش ناخذوا قراراتنا، فعبر عدد لا بأس منهم يقول لك إذا أنا نحب توا نتواجد في هذا الحزب، خاطر حاسس بروحي كي نتواجد فيه ثم إطار منظم، نجد نفسي فيه وفما ديمقراطية داخلية ونحب نخدم معاكم، نحب نخدم تونس عن طريق انضمام الحزب. ما كانش ربما تكتيك انتخابي من النهضة أن تقدمهم مستقلين مش ينتمون بعد؟ والله قداش مش تكتك هذه النهضة، التكتك كي تعمل التوافق، التكتك كيف تعمل من عرشنا الانفتاح، التكتك كيف المفتحين معناتها المستقلين نوم. هذا يعني طبعا حزب يعني موجود جزء مهم جدا في الحكم عادي جدا باش يستعمل التكتيك الانتخابي. لا الاستراتيجية بالطبع
هناك استراتيجية انفتاح واستراتيجية تعريف بنفسنا للمواطن التونسي، وهناك استراتيجية التخصص على البرامج في البرامج السياسية. إذن المواطن التونسي اللي بشي يكون يعرف من فوق وقت الصورة اللي كانت تروج على حركة النهضة يدخل يلقى ناس تخدم، ناس عندها الرقمنة. في بالك اللي احنا توا في عصر الانخراط عن بعد برشة برشات فيسبوك، نعم، برشة جروبات مختلفة الجروب، وكلهم كل واحد من منطلقه، كل واحد من مكانه. إذن يقول لك أنا مكاني في هذا الحزب. هذا الحزب ليس كما قالوا عنه أنه مغلق وإلا حزب عقائدي مسكر. هذا حزب مدرن، حزب وطني، حزب يخدم عنده مناشته واضحة وهياكله واضحة. إذن المنخرط يلقى روح. الشيء هذا عبر عليه رئيس حركة النهضة في تصريح إعلامي منذ يومين، قال يعني عديد المستقلين وأغلب المستقلين يميلوا توا للانضمام من حركة النهضة. هذا فعلا عدد لبس بي في الانتخابات الجايه باش نلقاو مستقلين وبعد يولوا مع النهضة. شوف، الانتخابات التشريعيه مختلفه شيئا ما على الشأن المحلي. في الشأن المحلي المهم هو كيف نسير مدينتنا، كيف معناتها العيش فيها يكون احسن، نظافتها احسن، حدائقها الى اخره، معناتها الخدماتي، جانب الخدماتي. في الانتخابات التشريعيه الجانب الخدماتي قطعا موجود، ولكن ايضا الانضباط السياسي ليس فقط الانضباط السياسي، الخيارات في البرلمانات خيارات سياسيه. على اي قانون نصوت؟ ما هو الخيار الاقتصادي؟ وهنا كل الاحزاب اللي تمشي لل 2019 لازم توضح اكثر برامجها الاقتصاديه. وايضا القوانين المختلفه فيها خيارات سياسيه، والمعروف يعني كل ما الديمقراطيات البرلمانات الديمقراطيه كما يقولوا فيها ترشد وترزن وتتأسس وتمشي لقدام، والتكتيك هذيك خلوها للسياسة والتكتيك البرلمانات تصبح الانتماء لها والعمل فيها. الناس زاد عندهم سياسة بمفهوم، عندهم رؤية، عندهم خيار. في البرنامج الاقتصادي لحركة النهضة ربما مازلنا شوية على الانتخابات، لكن مثالش نعملوا زاوية صغيرة عن البرامج الاقتصادية وخاصة الاجتماعية للأحزاب السياسية. فماشي نسبة قداش من موطن شغل ربما لأنه معركة التنمية والتشغيل مش بالطريقة هذه. وهذه إذا لازمنا نتعلم دروس من تجربنا السابقة ومن وعودنا الانتخابية. المسألة مش قداش من موطن شغل نعطيك، المسألة كيفاش باش نخدم باش سياسيا البلاد تستقر، أمنيا يكون المسألة أكثر استقرار وأكثر يعني معناتها ما فيهاش ثغرات، وقوانين اللي تسهل الاستثمار، القوانين اللي تسهل لو أنها باش نخدم قانون حول تغيير صبغة الأرض باش مثلا من فلاحية تولي صناعية، باش المستثمر سواء الوطني خاصة أو أيضا الأجنبي اللي كيفاش الأرض ذيك باش ينجم يقيم عليها مشروعه، توزيع الأراضي الدولية. وأنا الحقيقة نثمن الفكرة هذه اللي احنا عرضناها في وثيقة قرطاج 2 والسيد رئيس الحكومة أخذها مع تعتبرها، وهي أنه هذه الأراضي الدولية الفلاحية ونحن نسترجعها لمن نعطيها؟ فقط لشركات الإحياء الكبيرة بالمليارات؟ علاش ما نهيكلوهاش بطريقة تعطاني الفلاحين الشباب وبالأبناء الشهر؟ وهذا بدأوا فيه الحكومة مثلا. هذه الفكرة غالية ياسر عنا إحنا معنا. أنا كنائبة في النهضة في ولاية نابل أدعو إليها دائما تباعا. حاجة أخرى، المساكن الاجتماعية، سياسة السكن الاجتماعي. الآن عندنا بعض مشاريع السكن الاجتماعي، ولكن إذا طلب رأيي مني رأي مثلا ملف عقود الثروات أني جيت في مسألة هي أولوية أنه تصبح للدولة وأي حكومة جاية سياسة سكن اجتماعية واضحة. ما نجمش نطلب من التونسي هذا، خليوها الحملة الانتخابية إن شاء الله باش ترجع لهذا. كيف الحملة الانتخابية نقطة مهمة جدا في رأي العام هي تجديد عقود استغلال الثروات الطبيعية للشركات الأجنبية. أنا نحب نقوله أنه برشا كلامك قال على هذا، نحب نرجع للدستور ونرجع للقوانين تو نعملوها، هو انه اللجان وخاصه اللجنه تاع الطاقه وكل تطرح فيها هذه العقود وتناقش. مثلا فما خبر يروج على الانترنت وعنده قداش على الفيسبوك منذ مده، واش وقداش من نائب صوتوا على عدم
نقاش العقود في الجلسات العامه. ليه العقود لا تناقش في الجلسات العامه؟ العقود اذا بثما كانت عقود هامه مثلا تجديدها الشروط الى اخره في اللجان المختصه، هذا في كل البرلمانات، وهذا ما يتم وهذا ما يحدث في لجنتنا. ولذلك كان شفتوش ثم وقع هكا تدرج في قرار البعض بداوا يعملوا منه كمنافسه، راهو من 2018 لجنه الطاقه ورئيسها سي عامر العريض عمل مداخله في المجلس قال انتبهوا عام 2019 هو العام اللي لازم نطلبوا فيه ايقاف الاتفاقيه نتاع الملح مع البابين الشركه الفرنسويه، لانه كان مطالب 2019 لاننا لم نطالب بها في هذه السنه ضيع حقنا، فقامت الحكومه بهذا العمل. اذا مش شكون قام الاول، انما لاول مره وجدنا تناسق بين قرار لجنه مختصه في البرلمان وقرار حكومه، فيجب ان نثمن هذا. شكرا لك السيده محسن عبيدي النائب عن حركه النهضه، حبينا نعرف اخر كواليس والتطورات السياسيه خاصه بعد لقاء اليوم بين رئيس حركه النهضه رشد الغنمشي وكذلك رئيس الهيئه السياسيه لحركه نداء. ما علمتكمش برشا مش بكر، احنا على كل المعلومات هي معلومات اصلا على الاجتماع شحيحه، لكن بعض الحاجات ترتقي المعلومات نخليهم اكثر تحليل والتفسير للساده المشاهدين. مرحبا بك مره اخرى السيده محسن عبيدي. بعد هذا الفاصل نستقبل ضيفنا السيد سفيان كبورة الناطق الرسمي باسم الدالية الرياضية بقرومباليا، باش نحكيو على اشكال كبير بين جمعية الدالية الرياضية بقرومباليا وجامعة كرة السلة.